ومن أكثر الأمراض المنتشرة في مصر هي أمراض الجهاز الهضمي. الحقيقة بتتنوع بشكل كبير ما بين أمراض طفيلية، عدوى بكتيرية، مشكلات المعدة، ارتجاع المريء، سرطانات الجهاز الهضمي، أمراض القولون العصبي، أمراض مناعة ذاتية بتأثر على القولون، طبعا بالإضافة لأمراض الكبد صاحبة الانتشار الواسع في مصر، ودي بالتحديد كان في تجربة ناجحة الحمد لله في السيطرة عليها في مصر. ومن بين كل الأمراض دي بنلاقي مجموعة بتمثل حوالي 40% من كل أمراض الجهاز الهضمي، بنسميها اضطرابات الجهاز الهضمي الوظيفية. يعني ايه؟ اضطرابات وظيفية، اضطراب ينشأ من غير سبب عضوي، المريض يبقى عنده أعراض محددة بس من غير سبب واضح ومحدد، ودي مجموعة كبيرة من الاضطرابات ممكن تأثر على الإنسان في أي مرحلة، من أول الأطفال حديث الولادة لغاية كبار السن، وأعراضها بتأثر على أي مكان في الجهاز الهضمي. يعني ممكن تصيب مشاكل أو تسبب مشاكل في البلع، التهاب في المريء، ألم في الصدر، عسر هضم وظيفي، يعني مش مثلا بسبب نقص مثلا في إنزيمات الهضم، لا سبب غير واضح بيأثر على حركة المعدة ويسبب عسر الهضم ده. طبعا مع آلام في البطن، انتفاخات، إسهال أو إمساك، الحقيقة مجموعة كبيرة جدا من الأعراض اللي بنلاقيها منتشرة بشكل كبير ومتشابهة مع أمراض تانية لكن ليس لها سبب عضوي